السلام عليكم. بس مقطوع عبد الرحمن ولا؟ نعم تفضل. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال في العقيدة، ينفع أقوله؟ سل المقطع يا عبد الرحمن. يعني نحن نثبت لله اليد كما أثبتها كما أثبتها لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول أيوه، يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يعني أنا كيف نجمع يد أو يدان؟ ما لي أي كلمة في القرآن الكريم يا أخي، كثير من الكلمات في القرآن الكريم تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. فمثلا قول أبي بكر الصديق لولا يد لك عندي، قول عمر بن مسعود الثقفي لأبي بكر الصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، معنى معروف، لكن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذا تفعل فيها أيوه. طيب يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، كلتا يدي ربي يمين مباركة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ماذا تصنع؟ أنت تريد أن تنفي صفة الوجه لله، تقول الله ليس له وجه وليس له يد وليس له بصر وليس له سمع، عبدت عدما. لا مش هنفي. احنا بنقول يا أخي الكريم نثبت أنا ربنا اسمه العزيز، صح كده؟ ومن الناس من اسمه العزيز، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هل الاشتراك في الاسم يقتضي المشابهة المماثلة والمشابهة؟ لا أكيد طبعا. لا 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 أكيد يقينا. أكيد يقينا. أنا بقول أكيد. ربنا قال لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال عن نفسي سبح اسم ربك الأعلى. هل لكون الاشتراك في الاسم نعني أن 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 موسى كرب العباد؟ الحمار له وجه وانت لك وجه، لو واحد يقول لك وجهك وجه حمار هتطيب يطيب خاطرك؟ هتضربه. لكن ما تستطيع تنفي الوجه عن الحمار. يا شيخنا هل الحمار له وجه ولا ملوش وجه؟ لا وجه طبعا. خلاص ما قل اثبت لله ما اثبته لنفسي من غير مماثله ولا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون؟ لا طبعا احنا بنثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته. يكفيني لان الموضوع ده خد منا وقت طويل. الله منهم لله الاشاعره الذين هدموا الدين. نشكوهم الى الله. ومن المشكله في الاشاعره هؤلاء الضلال الان يحاولون اثبات ضلالهم بشيء غريب جدا في كل فقرات اذاعات في بين فقره الاشعريين مني وانا منهم، الاشعريين يلبسوا على الناس تلبيس عجيب. الاشاعره الذين أثنى عليهم رسول الله، مش الأشعار أصحاب المنهج الضال الزائغ، أشعار قبيلة أبي موسى الأشعري، لكن عايزين صححوا للناس، يعني يلبسوا على الناس، يقول لك الأشاعرة مني وأنا منهم. مش الأشاعرة، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ونفدت عندهم الأزواد كل يجمع طعامه ويضعونه في مكان ويقتسمونه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الأشعريين قبيلة أبي موسى الأشعري. لا هم ينزلون على الأشعرة أصحاب الفرق الضالة ويلبسوا على الناس ليل نهار في الإذاعات وبين الفقرات وبين الأشعرة مني وأنا، إيه اللي جاب الأشعرة هؤلاء ولا إيش؟ تعرف اللي يستدل بيقول أعوذ برب الناس على القياس، يا ناس خافوا الله، خافوا الله يا قائمين على الإذاعات، لا تلبسوا على خلق الله. الأشعرية منهج ضال، ينفون صفات رب العالمين. ما الذي نزل الأشعرة الأشعريين هم مني وأنا منهم قبيلة أبي موسى الأشعري على ابي الحسن الاشعري الرجل الذي زاغ ويقال انه تاب او لم يتب امره الى الله؟ انت فهم ماذا يصنعون يا عبد الرحمن؟ اشعاره يخدعون الناس الان في كل فقرات الاذاعه القران الكريم، ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو جمعوا ازوادهم فهم مني وانا منهم، قل الاشعاره افاضل، وينزلوها على من؟ على الاشعاره اصحاب المنهج الضال. اشعاره اصحاب المنهج الضال ما جاءوا الا بعد زمن الصحابه بزمن،